القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المسجد بتاعنا ده مساحة 650 متر. المسجد ده كان مغلق من 2008 ل 2012. المسجد وقع على الناس وهي بتصلي، اغلق اغلاق نهائي. المسجد ده صرح كبير واساس للعزبة دي. العزبة دي من غير اساس، من غير مسجد. اللي يقدر على اسمنت يجيبه، اللي يقدر على نقرس رمل يجيبها، اللي يقدر على اي حاجة يجيبها. عايزين نبني المسجد عشان نحفظ فيه قرآن ونصلي فيه مع بعض جماعة. هذا المسجد الذي يحتاج إلى التأسيس ويحتاج إلى إعادة الترميم وإعادة البناء مرة أخرى، سيظل بإذن الله تبارك وتعالى شاهدا لك أمام الله سبحانه وتعالى بأنك وضعت فيه ما وضعت عمرا طويلا. المسجد دون من 2011 هو واقف، ما فيش جمع في المكان إلا الجمع ده، والجمع دون مساحته كبيرة، وعايزين نقوم ان شاء الله ربنا يقدرنا اللي بنقدر عليه بنعمله، بس الجامع مساحته كبيرة وعاوز مساعدة. وبنروح نصلي جنازة ولا بنصلي اي حاجة في العزبة ما بنعرفش، نص الناس بتبقى برة. احنا ناس يعني غلابة خالص، ما لو احنا نقدر نبنيه ما احناش جايبين حد ولا نقدر نعمل حد، احنا نبنيه بس ما فيش. وربنا يعيننا على بناء هذا المسجد، لان احنا لسه بادئين النهارده. برضه في ناس بعتت ونشكرهم، اللي بعت شويه اسمنت او اللي بعت رمل احنا بنشكره. كان حد يقدر يساعد باي حاجه، انا بقول لك تعالى بنفسك، ما تبعتش فلوس، تعالى بنفسك هوديك للشونه، حط فلوسك في الشونه، مش عايز تيجي انا اجي لك اخدك بعربيتي اوديك لعند الشونه، حط فلوسك فيها وتعالى شوف الشغل بنفسك وباشر. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. دايما في دنيا ودين عندنا ثلاث مساجد موجودين في دنيا ودين، عايزين اهالينا ان شاء الله في القريب العاجل يتم اكتمال المسجد. عندنا قريه ام حمدان في محافظه الدهليه، اللي هو موجود في قريه ام حمدان مركز ذكرنس بمحافظه الدهليه. عندنا اللي احنا شفناه دلوقتي حالا هو مسجد التوحيد اللي موجود في قريه ست ابو الهول مركز صان الحجر بمحافظه الشرقيه. ايضا عندنا مسجد عمر بن الخطاب اللي موجود في قريه زنانيري مركز اولاد صقر في محافظه الشرقيه. شيء جميل لما انت نفسك ان حاجه صغيره تكبر، ولما تكبر على ايديك بفضل ربنا وفضل اهل الخير بتكون سعيد جدا جدا. بادئين بنقول عام جديد سنه جديده، فعايزين اهالينا في القريب العاجل وخصوصا اللي احنا داخلين على شهر رمضان الكريم يكون لهم فرصه باذن الله يصلوا في المسجد اللي هي بيوت الله. وشيخنا الفاضل والجليل له كتاب دور المسجد في بناء المجتمع، لان المسجد هو مؤسسة بالفعل. يعني بيشرفنا النهاردة في دنيا ودين وسعيد جدا بوجوده معنا الشيخ الفاضل والجليل الشيخ بكر عبد الهادي صالح البهوتي وكيل وزارة الاوقاف الاسبق. منورنا يا دكتورنا. الله يبارك في حضرتك. منورنا يا شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. احنا زي ما حضرتك شفنا مع بعض. نعم. مسجد التوحيد طبعا. نعم. اي حد عايز يتواصل في مساهمة مسجد التوحيد بيكون من خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. نعم. ومن خلال ارقام دايما بتظهر على الشاشة. نعم. وزي ما قلت كده حالا دور المسجد في بناء المجتمع. نعم. يعني الكلام جاي مع بعض زي ما بنقول يا مولانا. يعني طبعا طبعا. اتفضل يا شيخ. طبعا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني رب العزة سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق تكفل بالأرزاق للخلق كله، ولذلك سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع. تمام. فإذا أعطى أعطى لحكمة، وإذا منع منع لحكمة، كما جاء في القرآن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. عندما يبسط الرزق لأي إنسان يبسط له هذا الرزق على سبيل الاختبار والامتحان. جميل. فإذا نجح في الاختبار والامتحان زاده من فضله وأدام عليه نعمه، ولا حرج على فضل الله، لأن نعم الله على عباده كثيرة،
لا تعد ولا تحصى، وكما قال علماؤنا بأن كل نعمة من الله للعبد تستوجب الشكر من العبد للرب. جميل، كيفية بقى الشكر من العبد للرب على النعمة اللي موجودة، وخصوصا لما يكون المال مثلا أو الصحة أو أي كان نوع النعمة يعني. تفضل يا مولانا. يبقى كل نعمة بتستوجب الشكر. تمام. شكر المنعم في الحقيقة لا يكون إلا باتباع أمره وباجتناب نهيه وباستخدام النعم في الوجوه التي حددها الله عز وجل في عمل الخير. كما قال الله عز وجل في حق قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك في القرآن الكريم في سورة آل عمران آية يجب أن نتوقف أمامها. تمام. ويقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب أنا أستغل المال أو النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى إدها لي في إيه؟ إزاي صحيح؟ فيما يعود علي بالنفع في الآخرة. كما نعلم بأن الصدقة في وجوه الخير لها فوائد كثيرة متعددة. ومن العجيب أن ربنا سبحانه وتعالى هو ولي النعم، كما قال في قرآنه: وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن بالرغم من هذا يريد أن يتاجر العبد معه، فيقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هو ربنا محتاج؟ لا طبعا. هو مش ده هو اللي وهبك النعم اللي موجودة عندك، طب هتقرض ربنا ازاي ويقول يقرض الله قرضا حسنا؟ قال لك ده هو عايز يحترم ملكيتك انت لهذا المال ولهذه النعم اللي هو انعم بها عليك، بالرغم ان خلي بالك صفة الملك ايوه لله من الصفات المشتركة بين العبد والرب زي صفة الخلق. تمام. فالحق لم يمنع ان تملك بيتك، تملك مالك، لكن مش ملك ذاتي. أيوة. ده ممنوح لك من واهب الملك. يبقى ممنعش أن تملك، لكنه يملك من يملك سبحانه وتعالى. ولذلك لما الإنسان يقوم يستغل نعم الله في وجوه الخير كبناء المساجد، المسجد ده في حد ذاته مش مجرد بر للعبادة. أيوة. ده ساحة للقضاء، خلي بالك، لفض الخصومات بين الناس، ده بيربي الإنسان عقليا وبدنيا وجسديا ودينيا. المسجد هو كل شيء في حياة الأمة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طبعا بنردده كثير: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وشوف بقى المقابل: بيت في الجنة كما ورد الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما فيش وجه للمقارنة طبعا. بيتا وفين؟ في الجنة. والجنة عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما مرات زوجة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا. هي اختارت الجار الأول عندك، العندية هنا، خلي بالك، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. أنا ما يعنيليش البيت قد ما يبقى البيت عندك، الجار بتاعه طبعا. مين؟ طبعا. ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فهنا يقول لك ربنا بنى الله له بيتا في الجنة. لا تقول لي بقى لا طوبة طفلة ولا تجي له رطوبة ولا الكلام ده كله، ده مصنوع بقدرة الحق سبحانه وتعالى طبعا. مفيش وجه للمقارنة. ولذلك من ضمن فوائد العظيمة للصدقة في وجوه الخير لها فوائد كتيرة جدا. يعني في القرآن الكريم في سورة البقرة ربنا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله. طيب، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يشوف كذا مرحلة. أيوة. يعني اللي بيحاسب ربنا بالورقة والقلم بيحاسبه بالورقة والقلم. أيوة. اللي بيديله بدون حساب بيديله من غير حساب. يعني عنده دي وعنده دي وعنده دي. تمام. فلما تفوض له الأمر يعني الكريم أصل الكريم عندما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صحيح. خزائنه ملأ وخزائنه لا تنفذ أبدا. فيقول: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمرحلة تانية لمن يشاء. ورجع بقى اتفتحت اكتر، والله واسع عليم للي ما بيحسبش مع ربنا. لا لا، فتبالك هتدي بدون حساب بيديك بدون حساب. بيديك بدون حساب. وبعدين شوف الآية فيها لفتة جميلة قوي. الأرض مخلوقة لله زيك تمام بتمام. تمام. أعطيتها حبة فأعطتك 700 حبة. فإذا كانت الأرض قد أعطيتها وهي مخلوقة لله زيك مثلك تمام بتمام، أعطيتها حبة أدتك سبع، فما بالك بالذي خلقها. الله. وهو الله. ما فيش وجه للمقابل طبعا. مخلوقة زيك أدتها حباية أدتك 700 حباية. فالتجارة مع الله هي التجارة الرابحة.
صحيح يا مولانا، التجارة مع الله هي التجارة مع الله. صحيح، يمكن هو ربنا تصديقا لكلام حضرتك. معلش اتفضل. يعني اعلى فائدة بنكية في العالم قد ايه؟ صحيح، هتبقى كام يعني؟ ايا كان 20 30 50 هتوصل ل 700؟ مستحيل. يبقى لازم نتاجر مع ربنا. بالفعل التجارة مع الله مكسب حقيقي. المشاهد اللي قدامنا شايفين اللي حتى مكتوب عليها مسجد التوحيد، اللي هو موجود في قرية ستة ابو الهول مركز سان الحجر بمحافظة الشرقية. اهالينا هناك هم الحمد لله بدأوا في وضع الاساس في المسجد، فعايزين بقى اكيد الفترة اللي جاية هيرموا العمدان، وبعد كده صبت الدور الاول، وبعد كده تقفلها. فان شاء الله في القريب العاجل اهالينا هناك في صان الحجر في قرية ستة ابو الهول كلهم نصيب يصلوا هناك. طيب حضرتك يا مولانا، كتابك دور المسجد في بناء المجتمع. قبل ما نتكلم على اللي بيحصل فيه، وعشان الناس يبقوا عارفين أهمية المسجد، وهم بالتأكيد عندهم يعني معلومات عن وشايفين الموضوع قواقع يعني، في حياتك الشخصية المسجد كان دوره ايه في حياة الشيخ بكر عبد العلي؟ المسجد دوره في حياتي يعني انا بستكثر اقول انا دعنا تلميذ في محراب العلم. تمام. لكن رب الواحد علميا. يعني يكفي انك طبعا بتواجه الناس كل جمعة بأعصاب شكل. تمام. وبيخليك يعني تعود إلى منزلك تطلع وتقرأ، فبيكونك علميا. بيكونك، وبعدين هو نقطة تلاقي بين أفراد المجتمع. يعني لتعارفه. وبعدين نشوف كمان يعني نتدارس وندرس حالة بعضنا. في الصغر كان دور المسجد إيه بالنسبة للشيخ بكر عبد العلي؟ نعمة التربية. لأن طبعا لما تنشأ في بيوت ربنا طبعا بتنشأ يعني وينشأ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. ايوه. فاحنا كنا صغيرين كنا دايما ملازمين المسجد. كان بيحدث مننا كاطفال عادي. صحيح. ده امر في المرحله حسن دي. حسن والحسين مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي بينزل من على المنبر وهم بيتلخبطوا في ملابسهم ويمسكهم ويشيلهم ويقف على المنبر. تمام. وهم جنب منه. ايوه. ما هي الرحمه مطلوبه. ولذلك سيدنا النبي لما قبل سيدنا الحسن في يوم والحسين، فكان قاعد سيدنا الاقرع ابن حابس وعنده 10 اولاد. فقال انكم تقبلون الاطفال ده؟ ده انا لي 10، انا لي 10 من ما قبلت احدهم. قال وما املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك، من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. ولذلك دايما بيبقى لي توصيه بسيطه بالنسبه حتى لرواد المسجد، ما تنهروش الاطفال. احتووهم. انا كنت ابقى رايح مثلا مالي جيبي حلاوه للاطفال. تمام. بيجروا. يجي يقول له ما تشخطش فيه، ده الصف الثاني بتاعنا، ده الام، امل الامه، ده رجاله المستقبل. وانا لما اشخط فيه وازعق له واخوفه من المسجد، هيجي المسجد امتى؟ تمام. وانده لهم تعالى يا واد انت، واقعد اصاحبهم واقعد اسالهم شويه اسئله وبتاع. كانوا يجوا عاقب كل فرد يجوا يسلموا عليك ويقول لك حرام. انا مولانا ليه؟ هو ده منشا التربيه. اتعودنا مولانا صلاة جنازة موجودة. نعم. في المسجد. نعم. كاتب كتاب موجود في المسجد. نعم. حتى احيانا لو في عزاء او حد بياخد الخاطر في المسجد يبقى في المسجد برضه. نعم. الصلاة في المسجد. نعم. دار تحفيظ للقرآن الكريم ككتاكيب ككتاكيب بالظبط ككتاكيب الكتاب حتى اتعودنا ان هم دايما يكونوا في المسجد. حلقات في المسجد. مظبوط. حلقات. كل اللي بيحصل ده احنا اتربينا شايفينه دايما في المسجد. وجامع وجامعة في نفس الوقت. بالظبط كده. ده اللي انا عايز اقوله. هو بالفعل يعني جامع شامل لكل شيء. عزاء، فرح، اطراح، احزان. نعم. كل حاجه موجوده. نعم. في المسجد. حتى احيانا بيكون في مركز طبي، بيكون في مستوصف خيري احيانا. نعم. في المسجد. نعم. تمام. نعم. ده حقيقه. وبعدين ولذلك الانسان المسلم العاقل الذي يريد لنفسه سعاده دنيا واخره لا بد وان يستغل ما اعطاه الله من نعم فيما يعود عليه بالنفع في الاخره. تمام. يعني من فوائد الصدقه والتجاره مع ربنا ايوه أنها سبب للفوز بظل عرش الرحمة. يعني الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم مين؟ أيوة. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى راجل بيتاجر مع ربنا. بيتاجر مع ربنا. طبعا. كذلك من ضمن فوائده انها بتساعد على زيادة المال والبركة في المال والنماء في المال. ازاي مولانا؟ يعني بعض الناس يقول لك هو انت معاك جزء من المال، معاك مثلا 1000 جنيه، رحت تبرعت ب 100 جنيه. نعم. او تبرعت ب 500 جنيه منهم. طبيعي المال نقص. تمام. الواقع بيقول كده. تمام. ازاي بقى النهارده بنقول لا ده المال زاد؟ ايوه. ايوه. منع الله عطاء. منع الله عطاء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في رزق بالايجاب ورزق بالسلب.
تمام. رزق الإيجاب إن أنا النهاردة يخش جيبي 1000 جنيه. رزق السلب إن ربنا يمنع عنك ويقفل أبواب مرض كانت ممكن تاخد الأصل اللي عندك وزيادة. سبحان الله. يبقى لما ولذلك سيدنا النبي يقول في حديث ذكرتني ربنا يبارك فيك بحديث سيدنا النبي الذي يبين فيه بأن الصدقة سبب من الأسباب القوية في الشفاء ودفع والشفاء والعلاج ودفع البلاء. جميل. داو مرضاكم بالصدقة. طب ما كان زي بقى داو مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالصدقة بالزكاة بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء. يبقى داو مرضاكم بالصدقة. لو أنا عندي حالة مرضية لو أنا تصدقت بنية التجارة مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويكشف ما ألم بك. يمكن حتى بنشوف أهلنا في الريف يا مولانا تلاقيه وابنه تعبان تلاقيه يقول لك إيه والله أنا هطلع له حاجة لله اندر يا عم بالظبط. وكأن الحاجة لله دي هي العلاج. صحيح الطب مشروع ولابد الأخذ بالأسباب ولكن موضوع في حاجات كده بيننا وبين ربنا في التعامل. ما هو المعاملة اللي بينك وبين ربنا زي ما ربنا بيقول ربكم أعلم بما في نفوسكم. فأنا لما بتاجر مع ربنا زي ما قلنا وزي ما علمونا علمائنا بأن منع الله عطاء. تمام. أما يمنع عنك زي مثلا ما جه يتكلم في مسألة الخلفة قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. تمام. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. قال العلماء والعقم هبة منه. يا الله. حتى العقم مال. الحرمان أو المنع هبة من ربنا. هبة يتساوى مع إعطاء الولد وإعطاء البنت وإعطاء الولد والبنت. هو من اللي جعله عقيم الذي جعل الولد والبنت. صحيح. يهب لمن يشاء إناثا وخلي بالك يوم يقدم الإناث من باب التكريم والإكرام للمرأة. الله. لأن هي كل شيء في المجتمع. الله. عشان المتقولين والجماعة اللي عمالين بيعملينها شماعة يقول لهم طولوا بقى في الصب كده وتعلموا من أدب القرآن. تمام. اليهب إناثا. أيوة. ويهب لمن يشاء الذكور لأن هي الأم والأخت والزوجة. صحيح. وكل شيء في المجتمع. أكيد ربنا يكرمك يا مولانا. ويجعل من يشاء عقيم. عقيم. يبقى الذي جعل هو الذي وهب. صحيح. ولذلك قالوا والعقم هبة منه. يا الله. فعلا يعني حكمة من عند ربنا حتى المنع والعقم لحكمة اللي هي احنا ما نعرفهاش ليه احيانا بتكون احيانا خير للناس يعني مش احيانا ده اكيد يعني. استأذنك يا مولانا ونستأذن المشاهدين المحترمين بنقول معانا 3 مساجد هنشوف ايضا تقرير عن مسجد منهم ونرجع نكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. دي مساحة يمكن 3 أضعاف المسجد الأولاني والله والحمد لله بيتمالى ناس. والله كان عندنا من أسبوعين جنازة زي ما الجماعة قالوا كانوا جنازتين بتاع أمهاتنا برضو الله يرحمهم. والله بقى أنا نفرش قش على الكوبري يمكن حضرتك وانت ماشي هتشوف أثار القش ومازال لما نيجي نصلي الجمعة الدنيا بتبقى زحمة. إن شاء الله إحنا لما الجامعة يتبنى هنحفظ قرآن فيها بدل هنحفظ في البيوت وإن شاء الله يتبنى بأسرع ما يمكن. عايزين نملي الجامع بسرعة وقت عشان شهر رمضان جاي وعشان نصلي في التراويح. ما
نحن لا نناشد ولكننا ندعو، ولا نريد أن نحرم أحدا من الثواب. ندعوكم جميعا وندعو بقاع الأرض كلها أن تشارك في هذا الصلح العظيم. كان مسجدا صغيرا ولكنه إن شاء الله وبمشيئة الله كما ترون شيء عظيم، مسجد على دورين محيط القبة إن شاء الله بإذن الله 11 متر. المسجد ما شاء الله سيسع 3 أضعاف ما كان يسع سابقا. نريد أن يقام هذا المسجد لأن المسجد هو أساس المجتمع، المسجد هو الذي يقام فيه الرجال ويبنى فيه الأبناء والأجيال. فندعوكم جميعا ألا تتكاسلوا وتتعاونوا، ونحمد الله بأن المسجد لم نقف منذ بدأنا، وكل مرحلة سبحان الله يأتينا. مرة أخرى في دنيا ودين، شفنا مع بعض تقرير عن مسجد قرية أم حمدان اللي موجود في مركز ديكرنس بمحافظة الدهلية. الحمد لله مرحلة جميلة الواحد شخصيا سعيد بيها، اللي هو يعني المسجد واصل ليها الحمد لله. هم صبوا الدور الثاني الأسبوع اللي احنا كنا فيه اللي فات ده، ودلوقتي مساحة القبة 11 متر شغالين فيها إن شاء الله، وبالتواصل مع مؤسسة عمر بن عبد العزيز وأهلنا هناك بيقولوا الحمد لله إن كل مرحلة إحنا ما بنوقفش شغالين. ده أكيد بيكون كرم وفضل من المولى تبارك وتعالى، وفضل أهل الخير اللي متواصلين مع جمعية عمر بن عبد العزيز في المساهمة في بناء مسجد أو مجمع قرية أم حمدان. زي ما قلنا هو عبارة عن مصلى للسيدات، دار لتحفيظ القرآن الكريم، مستوصف طبي، مسجد في النهاية لتحفيظ القرآن الكريم ولإقامة الشعائر، فيعني جامع شامل زي ما قال دكتورنا الغالي والجليل الشيخ بكر عبد الهادي. وعلشان المسجد موجود في قرية أم حمدان مركز ذكرنس، مركز ذكرنس بمحافظة الدهلية، احنا ايضا شيخنا الفاضل اللي بيشرفنا من محافظة الدهلية. نعم. وجاي النهاردة في دنيا ودين. نعم. يا اهلا بيك يا شيخنا الفاضل. اهلا وسهلا مرحبا. طيب الشيخ بكر عبد الهادي حفظه الله يعني تخصصت وعملت كتاب مخصوص في دور المسجد في بناء المجتمع. تمام. فما شاء الله شايف حاجات المسجد واثره في بناء الفرد وجدانيا وبدنيا. طبعا. يعني كذا حاجه. طبعا. الصلاه تدريب للمؤمن على النظام والمحافظه على الوقت. طبعا. المسجد واثره في بناء المجتمع. كذا فصل كده ما شاء الله في الكتاب عن أهمية دور المسجد في حياتنا مولانا. طبعا ولذلك بنقول دايما التبرع لبناء المساجد يعني له مكانته لا تضيع أي مكان. طيب عفوا فاطع كلامك، بعض الناس يقول لك يا شيخ بكر اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. دي مثل استعماري. مثل استعماري. هو يقصد الجامع مين؟ أيوة. اللي هو الجامع الزكي. زمان ايام المماليك. ما يقصدش المسجد بتاع ربنا. خلي بالك كان اسمه الجامع. كان اسمه الجامع. زي مثلا مأمور الضرائب او مأمور احرام او هكذا يعني. تمام. فهو كان الجامع الجامع للضريبه او الجامع للاساوي. تمام. فكان يقولوا عم اللي عاوز البيت يحرم على الجامع. اللي هو يقوم اللي هو بجامع الشخص نفسه، الشخص اللي هو المحصل. تمام تمام. وليس المسجد. لا مش المسجد. جميل. لان اصل ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ولذلك شوف او لاهميته النبي لما هاجر من مكه الى المدينه عليه الصلاه والسلام لم يهتم ببناء بيت الله. وانما اول حاجه عملها اراد ان يربط المخلوق بالخالق. تمام. فاقام لله مسجدا. اقام المسجد الاول عشان يربط العبد بربنا سبحانه وتعالى. تمام. في صله يوصله بربنا. بعد كده اخى بين المهاجرين، ربط العبد المسلم باخوه المسلم. اخى بين المهاجرين والانصار. تمام. بعد كده ابرم المعاهدات عشان يبقى فيه اخوه في الانسانيه. عامه يبقى فيه هدوء وفي سلام وفي امن وامان بين كل الطوائف من شتى الملل والنحل. جميل. طيب. نرجع نقول بقى فضل الصدقة النهاردة في بناء حاجة زي كده، واحنا شايفين مع بعض على الهواء مباشرة تصوير لمسجد قرية أم حمدان. الحمد لله أهالينا الناس اللي شغالين في بناء المسجد الصبة بقول الدور الثاني خلاص تم بنائها، وواقفين دلوقتي على موضوع القبة 11 متر هم شغالين فيها أيضا. المشاهد اللي قدامنا هي بتوضح وهم شغالين في المسجد. فبنقول يعني خلاص سنة جديدة وداخلين كلها شهور، مش شهور، أيام والله معدودة، وندخل على شهر رمضان الكريم. فعايزين أهالينا في قرية أم حمدان في مركز ديكرنس بمحافظة الدهلية كلهم نصيب إن شاء الله يصلوا صلاة التراويح زي ما قال طفل من الأطفال الجميلة في الفيديو. نعم. أي حد عايز يساهم في بناء المسجد بيكون من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة ومن خلال مؤسسة عمر بن عبد العزيز. اتفضل يا مولانا. فضل الصدقة فضل كبير جدا لو فهمنا معناها والمغزى منه. ما بخل إنسان أبدا. لأن أنت وما تفعله من خير يوفى إليكم. تمام.
خدت بالك؟ ولذلك بيجي في الاخر يقول للتاني قدمت لحياتي، ما قالش في حياتي، لحياتي. فكأن الحياة الدنيا مش دي الحياة، لا ده زائلة فترة مؤقتة، لكن وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. تمام، يبقى هي الحياة الحقيقية الآخرة، الآخرة الآخرة. ليتني قدمت لحياتي مش في حياتي، خدت بالك؟ ولذلك من ضمن الأمور اللي بتنفع الإنسان بعد موته الصدقة، صدقة زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهله وماله بيرجعوا بعد ما أهله بيدفنوه، خلاص بيرجعوا. المال يقول ما أناش طالع من البيت ولا طالع بره خطوة، خلاص الأهل بيرجعوا عشان يبدأوا يقسموا التركة بتاعته. صحيح. اللي بيفضل معاه في القبر مين؟ عمله، عمله. ولذلك دايما أقول إن محكمة الآخرة الحكم فيها عدل مطلق، بمعنى يعني لا نقد له ولا استئناف. اللي انت هتعمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى كل انسان زي ما ربنا قال: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. جميلة مولانا. والنبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل طمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب. خد بالك إن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. طيب هنشرح الكلام ده، المهر بتاعه. أيوة حتى تكون مثل الجبل. هنشرح الكلام ده مولانا الغالي، لكن نستأذنك ونستأذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. اهلا بحضراتكم مرة اخرى في دنيا ودين. قبل الفاصل كان معانا تقرير عن مسجد قرية ام حمدان اللي موجود في مركز ديكرنس بمحافظة الدهلية، وفي الفاصل كده مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ بكر عبد الهادي كان بيتكلم ان في بعض الناس الموضوع بالنسبة لهم مجرد كلام، مجرد كلام لا يتعدى الافعال. لكن احنا بنقول زي ما قال قبل الفاصل كده: يا ليتني قدمت لحياتي. الانسان احيانا بتتسحب منك ورقة الاجابة في الامتحان فما فيش رجوع. طب ولو فكرت ترجع هتعمل ايه؟ اكيد ده اللي بيكلمنا عليه شيخنا الفاضل والجليل الشيخ بكر عبد الهادي. نعم. وكيل وزاره الاوقاف الاسبقي. اهلا بك مولانا. اهلا وسهلا. ولذلك فرصه وجودك في الحياه لازم تستغل كل دقيقه فيما يعود عليك بالنفع. تمام. ربنا في سوره المؤمنون يقول: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ يقول: لعل اعمل صالحا فيما تركت. طب ما كان قدامك متسع في دار الدنيا. ايوه. يوم ربنا رد، الرد من ربنا رد قاطع. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انسى، ما فيش محسوبيه ولا محاباه ولا مجامله في محكمه الاخر، خلاص كده. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بيت القصيد هو العمل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقلت موازينه بفعل الطاعات وعمل الصالحات. ولذلك سيدنا الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان في جنازة من الجنازات بعد أن انتهوا من الدفن وسووا التراب على الميت، وهو واقف على شفير القبر نظر إلى رجل بجواره وقال له: يا هذا، أتراه لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية ماذا يصنع؟ قال: يكسر من عمل الطاعات وفعل الصالحات. قال: هو فاتته فلا تفتك أنت. يا الله. الفرصة دي فاتته. صحيح. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يتسابقون في عمل الخير، يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني بيحضرني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يحضر كل واحد منهم ما يستطيع إحضاره من مال، كل واحد بإمكانياته، يعني إمكانياتك كل واحد. سيدنا عمر بيقول: فوجدت في نفسي شيئا. ألا ليه؟ ما هو لقي سيدنا أبو بكر يعني واخد رقم واحد، متميز. صحيح. فقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. الله. هيسبقه في إيه؟ في الخير. هل فتن والخراب وعمال الدمار ولا في عمل الخير؟ عمل الخير. في عمل الخير. فذهب إلى بيته وجاء بكل ما يملك وقسمه نصفين.
تمام. أبقى نصفه لأهله وجاء بالنصف الآخر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقعد بقى طبعا فقدموا لسيدنا النبي، فسيدنا النبي سأل سؤال: وماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. أنا سبت النص لهم وجبت النص. جميل. فدعا له بالخير والبركة. فسيدنا عمر قاعد جنب سيدنا النبي، ظن أن أحدا لم ولن يأتي بإيه؟ بمثل ما جاء به. شوية وحضر عملاق الإسلام أبو بكر، افتكر مع ربنا، خدت بالك، ويحضر يجر وراءه خيرا كثيرا ومالا عظيما، وقام وضع كل الكلام ده أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأله نفس السؤال اللي سأله سيدنا عمر: ماذا أبقيت؟ ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله. الله. أليس هو القائل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله. ولذلك الله. سيدنا محمد بن كعب الكرزي كان من أغنياء المسلمين، لما حضرته الوفاة قرايبه بيدوروا في الخزن بتاعته ما لقوش فلوس. فلوسك فين يا محمد ابن كعب الكرز؟ ايوه. ودتها فين؟ قال: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لاولادي. الله. تاجر مع ربنا، يتاجر مع هو الله. مش ربنا اللي قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيدنا سهل بن عبد الله، يعني شوف بقى، يعني يقول لك ايه، كان يتصدق بكل ما يملك، بكل ما يملك. وكان كثير الصدقة. جميل. فكانوا بيعتبوا عليه: يا راجل خلي شوية لأولادك ولا 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 ولا. قال: يا هذا، أرأيت لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار أخرى أيبقي في الأولى شيئا؟ صحيح. هو يعني انت هتتنقل لبيت جديد، انت هتسيب في البيت القديم اللي انت قاعد فيه؟ اكيد لا، ما تسيبش فيه حاجة. طيب في الفاصل حضرتك بتقول ان في بعض الناس ممكن ربنا يكون انعم عليهم ببعض النعم، ورغم ذلك يعني ما فيش استثمار حقيقي، هو شايف الموضوع الحياة خطفاء او سريع، يمكن بس المشهد قدامي اهوت الموضوع الصبة بتاع مسجد مجمع قرية ام حمدان، واهالينا خلاص الدور الثاني تم اكتماله باستثناء القبة وما شغالين فيها، فالواحد بيكون سعيد ان كل خطوة بيتم تنفيذها الواحد وكانه بالضبط بيته والله الشخصي، او نعم. او عنده شقة وبيشطب فيها يعني نعم. فاي حد عايز يتواصل في عمل الخير اكيد من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة ومن خلال مؤسسة عمر ابن عبد العزيز. تمام. طيب زي ما بقول كده قبل الفاصل حضرتك كنت بتقول ان في بعض الناس ممكن ربنا يكون انعم عليهم بمال، بس عملية استثمار المال مش قوي، هو بيستثمر لصالح مصالحه الشخصيه فقط، امور دنيويه. وضربت المثال على قارون، اتفضل يا مولانا. ده قارون ده فيه حاجه، خلي بال حضرتك، يعني شوف ربنا لما يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه، من اللي اداله؟ الله. بنون العظمه، مش ما قالش واتيته، لا، واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماشي، مفيش مشكلة ولا حاجة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. تمام. هل الإسلام نهى عن الفرح؟ لا، هو نهى عن الفرح المصحوب بالكبر والخيلاء. ما تتعالاش على خلق ربنا. صحيح يا مولانا. دي رسالة المرة الجاية إن شاء الله نكملها. شرفتنا ونورتنا. الله يبارك في شيخنا الفاضل والغالي والجليل، وسعيد بوجودك في دنيا ودين. أختم بس بكلمة صغيرة قد كده أهو. اتفضل. سيدنا يحيى بن معاذ بيقول إيه عشان الجماعة اللي ماسكين على بعضهم؟ يقول: مسكين طيب ابن المرة اللي جاية بقى إن شاء الله نكملها. أستأذنكم أستاذ المشاهدين المحترمين، أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.